الحقيقه موضوع يعني احنا بنتكلم فيه على طول وطول الليل والنهار، وهي مساله الزياده السكانيه، والحقيقه انه موضوع مهم ولازم كل الناس تنتبه ليه وتكون عارفه اثاره وتداعياته علينا ايه، مع كل كمان التداعيات الجديده اللي بقينا عايشينها. يعني الدنيا بقتش زي زمان، ودايما بناس يعني بنقول الكلام ده والاجيال اللي قبلنا بيقولوا لنا كده، فمساله انه الناس لسه مستمره في انها تخلف ايا كان ظروفها الاقتصاديه عامله ازاي، حتى ظروفها النفسيه، لانه الناس بتبقى مضغوطه طول الوقت وعايزه توفر لقمه العيش لاولادها، وعمالين يخلفوا وما عندهمش وقت ان هم يربوهم ولا يهتموا بيهم. ايه اللي بيحصل في مساله الزياده السكانيه دي؟ خليني اقول لحضراتكم انه كشفت الساعه السكانيه بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ارتفاع عدد سكان مصر وصل بنحو 85,000 نسمه خلال ال 20 يوم اللي فاتوا. كده يوصل الاجمالي ل 105,055,000 نسمة. المتوسط اليومي لعدد المواليد وصل ل 5683 مولود و 237 كل ساعة، يعني حوالي كل دقيقة في 4 مواليد، يعني تقريبا مولود كل 15 ثانية. طيب الحانو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم التحدث عن هذه القضية وتداعياتها وتأثيرها على أي تنمية الدولة بتحاول إحداثها، وخصوصا في المجتمعات الفقيرة أصلا. وقرى حياة كريمة من أوائل الحاجات اللي دايما بيحاولوا يتكلموا فيها مسألة التوعية بالزيادة السكانية. خلينا نتكلم مع أحد المتخصصين معنا على التليفون، أستاذ عبد الحميد شرف الدين مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أهلا بحضرتك، وعايز أسألك عن قراءتك لهذه الأرقام، وهل إحنا عندنا النسبة دي مقارنة بالسنة اللي فاتت هي أقل ولا في ازدياد؟ ولو قال لنا حتى ولو بنسبة صغيرة، حضرتك شايف ازاي هذه الأرقام؟ مساء الخير أستاذ هديد، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. طبعا حضرتك زي ما اتفضلت على موضوع الزيادة الطبيعية، وده عبارة عن الفرق بين المواليد والوفيات. زي ما حضرتك قلت لازم في الخبر ان في زيادة من يوم 26 مايو حتى اليوم حوالي 85,000، هم دول عبارة عن الفرق بين المواليد والوفيات، لان الفترة ديت اللي هم ال 20 يوم تقريبا جالنا فيهم حوالي 115,000 مولود، حوالي وفيات حوالي 30,000 حالة وفيات، الفرق بينهم اللي هو ال 85,000 اللي هم موجودين. هي طبعا هي يعني هو الساعه السكانيه دايما هو جرس انذار مهم جدا، بيوضح للناس اهميه المشكله السكانيه، الزياده شكلها عامله ازاي. زي ما بنشوف ان كل دقيقه على طول او كل ثانيه بيجي لنا على طول مولود، كل دقيقه 4 مولود. فدي الساعه ديت كانها جرس انذار. معلش حضرتك يا استاذ عبد الحميد، بتتكلم عن ارتفاع عن السنه اللي فاتت ولا ارتفاع في نسبه المواليد؟ عشان احنا عايزين نعرف كنا فين السنه اللي فاتت وبقينا فين. يعني احنا دايما بنحاول ان نشوف يعني لو في حاجه ايجابيه نشوفها، فهل مساله الزياده السكانيه دي السنه اللي فاتت الارقام كانت ايه والسنه دي بالمقارنه؟ هو حقيقي السنه اللي فاتت يعني السنه دي افضل من السنه اللي يعني السنه دي افضل من العام الماضي. طب ده عظيم، يعني بنقل وحتى لو كانت النسبه قليله، لكن هو نسبه قليله لكن ده لا يتماشى مع السياسه السكانيه اللي احنا عايزين نوصل له. صحيح صحيح، لسه الفجوه كبيره. يمكن السنه اللي فاتت كان عندنا المعدل كان حوالي بيوصل كان قريب من 6,000 يعني في اليوم، السنه دي يمكن نزلنا في المليون الاخرين حوالي 5,600، فده في تحسن. المليون ده يمكن اتحقق في حوالي 8 شهور وخمس ايام، انا في 45 يوم. لا اللي قبل كده كان بيتحقق في فتره اقل من كده. انا كل ما زادت فتره تحقق المليون نسمه بقت طويله، كل ما زادت تدل على ان في مؤشرات ايجابيه وعمل افضل. حتى احنا من خلال المسح الصحي الاسره المصريه احنا طبعا رصدنا ان معدل الانجاب عن السيده بدا يقل، وصل لمتوسط حوالي 2.85 طفل كل سيده. كنا بنتكلم على استاذ عبد الحميد طبعا افضل من الاول يعني، لكن ما زلنا في لكن يعني لسه نسبه الزياده برضو عاليه على ما هو في يعني مساله الزياده السكانيه، عدد الافراد والقدره على تقديم الخدمات دول ليهم، المعادلة ما بين ده وما بين ده، وحتى مسألة التنمية اللي بتحاول الدولة دايما إحداثها في كل المجتمعات، وإنه الإنسان ياخد حقه في حياة كريمة. حقيقي طبعا إحنا بنخطط أو الدولة بتخطط يعني إن إحنا نوصل لحاجة اسمها معدل إحلال، إن يبقى معدل إحلال ده بدل ما يبقى عندنا
كل سيده مستثمره تنجبه حوالي مثلا 2.85، لا نوصل لحوالي 2.1 او نوصل كمان لاقل كده اللي هو 1.6. فده يعني الدوله بتعمل من استراتيجيات مع كل الوزارات وكل الجهات كلها على ان احنا نقدر نحقق المعدل اللي احنا موجود. طبعا حضرتك عارفه معظم الزياده كلها بتيجي من محافظات الوادي، تقريبا 45% من المواليد بتيجي من محافظات الوجه الابدي كلها اللي هو التسع محافظات دي كلها، لكن ده يمكن بيحتاج مجهود على المحافظات دي كلها في يعني رفع الوعي وتوفير الاحتياجات للمناطق دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد الحميد شرف الدين مستشار الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، شكرا جزيلا على وجودك معنا.